ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه من الاستراحه، ودلوقتي هنبدا في وصفه للتشورز. اسمحوا لي ابعت تحيه لنانسي. يا مدام نانسي، زوجك بشوي مصور معانا لسه، بيقول لي حالا انت محتاجه الوصفه بتاعه الفراخ. حبيبتي طبعا ان شاء الله رب تنول اعجابك، جربيها وتقولي لي رايك ايه، وهساله بعد كده. تحيه ليكي جدا. طيب احنا هنعمل التشورز دلوقتي، هقول مقادير بسيطه وهنقول بالتقريب كده بالكوبايات هتبقى قد ايه. طيب عندي حوالي 170 جرام من الدقيق، وعندي 250 ملي من المي، 30 ملي من الزيت، يعني حاجات بسيطه تقريبا معلقتين او ثلاثه، 20 جرام من العسل، حوالي برده معلقه كبيره مليانه او معلقتين ممسوحين، رشه ملح، بيضه واحده. للتزيين عندي اما سكر بقرفه، الناس اللي مش بتحب القرفه ممكن تحطوا عليها صوص شوكولاته او صوص كراميل او اي حاجه انتوا عاوزاه، او ممكن تحطوا سكر بودره بس لو انتوا مش حابين القرفه مفيش مشكله. طيب انا يعني هعملها بالطريقه اللي احنا بناكلها بيها دايما بره، وهي بتبقى السكر بالقرفه. بره ساعات بيعملوه بيبقى اتخن شويه، انا هعمله حاجات صغيره كده، الولاد يغمسوه في صوص شوكولاته زي ده. بصوا الشوكولاته دي يحبوها قوي، تبقى دافيه، ويا سلام لو استخدمتوا الشوكولاته الدارك اللي هي نوع تكون حلو 70% كاكاو، صحيه، تديهم كده باور وتديهم انرجي كده، وفي نفس الوقت تبقى بنذبها على حمام ميه دافيه ما حطتش حاجه. يوم ما تحبوا تطعموها يعني ليهم قوي بتدي طعم، هنحط كوبايه كريمه حوالي 200 ملي عليها ال 250 جرام شوكولاته مثلا، وهتروحوا مدوبينها، تسخنوا الاول الكريمه على النار وتروحوا منزلين فيها الشوكولاته وترفعوها من على النار وتدوبوها لحد ما تبقى زي دي، تديكوا كده الجناش اللي هو الايه الطعم الحلو. يبقى احنا طعمنا الشوكولاته بحاجه ليها طعم او صوص شوكولاته جاهز زي ما انت تحب. طيب عندي بقى المقادير دي، هجيب كده حله صغيره، انا هحتاج حله صغنونه قلت لكم عليها للميه، هحط فيها الميه بتاعتي. خليني اشوف دي، لا دي لا. طيب انا عايزه حله صغيره، هاتوها لي يا ولاد، احط فيها الميه والايه والحاجه بتاعتي. خلي هنا كميه السكر كده على جنب، هقرب بقى انا الحاجات بتاعتي دي هنا، الزيت والعسل والدقيق والبيضه احطهم هنا، وطبعا اي حاجه فيها يعني فيها شوكولاته فيها كده ما بيبقاش محتاجه قوي فانيليا، لكن لو حضراتكم حابين مفيش اي مشكله خالص. انا دلوقتي هشوف كده ايه الوصفه مع بعض، وهنا ممكن احط القرفه، ممكن اخلط القرفه مع كميه اقل من كده من السكر. خليني اخد كده بوله عقبال ما يجيبوا لي الحله، احط كده السكر عادي ناعم خالص كده مثلا، وهنحط عليه مجموعه القرفه دي عشان نخلط الخليط ده كده كده، هنقلب تقليبه حلوه للسكر والقرفه، ومعانا اهو صوص الشوكولاته، وهي زي عجينه بدايه بلح الشام، عجينه الشو بالظبط. خليني كده اشوف هنا كده، ماشي اوكي، ممكن اخد دي كده احط هنا. ايوه يعني لسه فاكرين. طيب هحط هنا، لا ما انا قايله من الاول. ايوه ماشي، انا بدفي هنا الزيت. الزيت هنا بقى مع الفرق مع الفارق بين بلح الشام والتشورز، التشورز انا هسخن الزيت على حراره متوسطه، في بلح الشام انا بحط بقطع العجينه وهي بارده علشان يديني نتيجه ناجحه. اذا هنا ده اول فرق اهو في الفرق بين الاثنين. طيب انا بسخن هنا، هحط بقى كميه الميه، بسم الله الرحمن الرحيم، هنعمل كده كميه صغيره، وطبعا هحط فيها الزيت، طبعا بيبقى مقرمش وجميل بالزيت، اللي حابب يضيف زبده ترجع لحضراتكم، مكعب زبده او مكعبين مفيش اي مشكله خالص كده. وبعدين هاخد كده معلقتين العسل هحطهم برضو هنا بديل للسكر، احنا بقى عايزين نعمل لهم حاجه حلوه يعني ايه مفيده اهو، مش هحط بقى سكر خلاص. طيب هاخد كده ويسك ممكن، وهاخد رشة ملح بسيطة تظبط معايا، بسم الله، نسبة الايه الحلو يعني نسبة التسكيرة، نقلب كده
لحد اول ما الميه والزيت ورشه الملح ومعلقه العسل يبداوا يغلوا، هروح صبه الدقيق وابدا اقلب كده بسباتشولا لما تبقى عجينه معايا لطيفه. طيب كده معانا ندى. اهلا اهلا يا نودي. السلام عليكم. ألو. يا ندى اهلا وسهلا بيكي حبيبتي. عليكم السلام. اهلا وسهلا بيكي حبيبتي، اتفضلي. ممكن اسالك عن سؤال؟ اه طبعا اتفضلي حبيبتي، قولي لي اللي انت عايزاه. طريقه عمل البيتزا والصوص بتاعها. من عيني يا روح قلبي، احنا هنزل لك الطريقه حالا وانا هقول لك عملتها ازاي. انا بحبك جدا. يا رب سعد قلبك حبيبتي، تسلمي لي، كتر خيرك يا روحي. احبك الذي احببتيني فيه يا روح قلبي، والله محبه حضراتكم دي غاليه عليا جدا جدا بجد، تسعدني جدا جدا رغم اي ظروف الا اني بتديني طاقه ايجابيه بجد. اسعد الله كل اوقاتهم. طيب بصوا بقى هتبدا بس كده تغلي. طيب احنا عندنا يا ندى البيتزا، العجينه بتاعت البيتزا عموما هي انا بعمل على الكيلو دقيق، بحط معلقتين خميره وبحط معاهم لو انت حابه تطعمي بمعلقه مثلا من اللبن الباودر، بحط ثلاث معالق من الزيت او ربع كوبايه من الزيت النباتي او زيت الزيتون زي ما انت عاوزه، وبحط طبعا معلقه كبيره من السكر عشان يبقى فعال للخميره الفوريه، ورشه من الملح او ربع معلقه ملح او نص معلقه ملح على حسب انت بتحبي العجينه تبقى فيها طعم ولا لا، وطبعا الكيلو دقيق. دقيق اهو بصوا بدات تغلي ازاي. كيلو الدقيق ده بتاع جميع الاستخدامات او بتاع البيتزا بياخد حوالي نص لتر او 550 جرام من الميه، ملي من الميه. انا بحط الاول شويه شويه الميه، يعني بقلب المكونات الجافه مع بعض الاول وبعدين بنزل شويه شويه ميه دافيه. دافيه يعني تكون ايه، انا احط صباعي فيها كده اعد لحد 10 انا مرتاحه، لكن ما تكونش ساقعه عشان تشغل الخميره. اولا الخميره الساقعه هتموت الخميره، الميه الساقعه والميه السخنه جدا تموت الخميره برده. طيب هعمل كده، هنزل كده كميه بصوا بقى الدقيق هيبدا ايه بسم الله يتماسك كده معايا هنا ويعمل كده عجينه كده زي ما حضراتكم شايفين. عملنا قبل كده بلح الشام من غير بيض وكان رائع وهش جدا، واتمنى ان حضراتكم تجربوه بجد، لانه بتاع المحلات انا ما اعتقدش انهم بيحطوا فيه بيض اساسا الحلوانيه خالص لان ده تكلفه عاليه جدا عليهم، بس شوفوا بيطلع مقرمش وحلو زي احنا عملناه. ارجعوا للحلقه ان شاء الله حضراتكم تشوفوها، يعني الطريقه هتعجبكم جدا جدا. وفي ناس كمان عندها حساسيه من البيض ما بتقدرش تستخدم البيض يعني، و هتلاقوا الطريقه كده ونعمل مره ثانيه طريقه بالبيض. بصوا بقى للتشورز ده انا هحط له بيضه واحده. بصوا ايه اللي بيدلل ان انا العجينه كده تمام اقدر اشتغل فيها، انها تعمل قشره. شايفين في الحله، شايفين القشره اللي تحت دي كده، هي تمام، دي علامه من العلامات عشان احس ان العجينه تمام. طبعا انا قبل ما اضيف البيضه اسمحوا لي هاخد كده العجينه الحلوه دي واحطها في العجان، يعني ابردها اسرع عشان الحق اشتغل فيها مع حضراتكم. بسم الله اهي، وهرفعها كده في البيت. امال هتعمل ايه قولي؟ هتضطر تغطيها وتحط الكلانفل على وشها، ده المخرج بيسالني بيقول لي طب ما انا ممكن في البيت ما اعملش كده. هتضطر تغطي العجينه دي وتخلي البلاستيك او الغطاء يعني حاجه ملامسه للعجينه عشان ما تعملش قشره والا تنشف منك، تمام؟ وبعدين ممكن ابردها في البيت بايزي بالافضل اقلب فيها اقلب فيها اطلع البخار. انا بس عايزه اضيف البيضه بامان، بس مش عايزه اعمل حاجه، تمام؟ وبيضه واحده كفايه، والزيت هنا اهو ومجهزه جيب الحلواني. الصوص بتاع البيتزا بقى من اجمل الحاجات. احنا عايزين ننزل المقادير يا ندى لو سمحتي. بصوا الحراره حضراتكم البخار بيطلع ازاي، بتهوي البخار كله اللي فيها. ماشي يا حبايبي تسلم ايديكم، اهو شايفين البخار يبدا يتهوى عشان ننزل الايه البيضه ما تستويش كده. انا رايي بلاش تكلميني احسن، ها ولا ايه كده؟ ننزل ونقلب. ماشي حبايبي تسلم ايديك، حطيت البيضه. ماشي حبايبي، صوص البيتزا، صوص البيتزا
انا ليه طريقتين، اما ان احنا بنعمله بطماطم عصيره على طول في الخلاط لو مستعجله، او هنعمله بطماطم كونكاسي. يعني الاحلى في صوص البيتزا تاكليه اصلي لما تكوني مديه الطماطم دي علامه اكس من ظهرها وحطيتيها في شويه كوبايه ميه تغلي غلوه على النار وترفعيها تحطيها في ميه ساقعه متلجه. نقلب بس البيضه كويس. بسم الله. اهي معانا العجينه برده، لو حابه حبيبتي تكتبيها وتصوريها. اهو هنقلب ده كده بالسباتشولا. لندى اللي عايزه البيتزا. طيب مش انتي؟ مش ندى انتي؟ ماشي، اصل احنا معانا ندى تانية فبتقولي مش انا يا شيف اللي عايزاها. طيب كده هنزل بقى الكف. بسم الله. نقلب بقى تقليبه حلو. وصوص البيتزا ننزله بقى يا نودي. اهي كده حالا. معاكي حبايبي كده. خليني بقى اخد ده. انا عايزه اقول لكم ايه، هعمل كده معلش بقى بايدي. انا مره فاتت عجنت عجينه البلح الشام، عملتها بالايد على الكاتنج بورد علشان تطلع عجينه جميله جدا ومتماسكه، وشفتوا بقى كانت من جوه يعني مديه يعني مقرمشه من بره ومن جوه كانت رائعه. بصوا بقى انا عملت العجينه كده، طبعا هي سخنه بس تمام. اهو هي البيضه، واقدر اعمله بايدي لو ما عندكوش عجان عادي جدا. اهو كده حلو. اهو شايفين ازاي؟ يا سلام. اهي شايفين؟ اهو يلا بينا. شايفين عملتها ازاي؟ بقت كده. طيب انا هاخد بقى العجينه الحلوه دي هحطها دلوقتي حالا في جيب الحلواني. انا حاطه فيه بالبلدي اللي هي بتاعه بلح الشام العاديه اللي هي الشكل ده، في منه مقاسات. انا عايزاه رفيع، مش عايزاه تخين ولا كبير ولا يكون يعني ضخم زي بلح الشام. وطبعا سخنت الزيت. هبدا بقى بصوا اعمل كده. نعمل كده وحدتين. اولا بجيب المقص كمان جنبي لانه بيبقى اسرع ليا في الشغل عشان انزله في الزيت واقص بيه على طول. طيب هاخد كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي العجينه، وهشيل ده وهعمل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تنزلوش كله، يبقى عبء على ايديكم مره واحده. ننزل كده نص العجينه ونص لا، اهو لحد ما تبدا تيجي كده. هاخد المقص هنا في الزيت وهبدا انزل. اهو شايفين ازاي؟ بالطريقه دي. بعد كل شويه ازود في العجينه والف كده الجيب بتاعي. تسلموا حبايبي. اهو اهو شايفين حلو ازاي؟ وننزل تاني شويه من العجين. ما ترهقوش ايديكم، خدوا جزء جزء. ايوه زي صابع الموز صح. بصوا بس جميله بقى لما بتتغمس في الشوكولاته، يعني الولاد هيتبسطوا بيها قوي. بصوا تبقى بقى سخنه كده في السكر والقرفه. الله الله شايفين الجمال. هنحمر بقى التحميره الحلوه دي ونشوف هنشيلهم ازاي. وهنستسمح بقى حضراتكم. بصوا تاخد بس اللون الذهبي. شايفين عامله ازاي؟ اهو شايفين مقرمشه ومن جوه تبقى جميله وهشه. قدموها بقى سخنه ونبدا ننزلها كده في صوص الشوكولاته او في السكر والقرفه. رائعه. انا خلاص هطلع دول احطهم بس في شويه الايه السكر والقرفه الامامير دول، وتبقى الدنيا جميله. اهو ناخد كده. بسم الله. شايفين حمروا بس يبقى شكلها لونها يعني ذهبي اكتر زي كده. هتستمتعوا بيه قوي. ووصفه سهله وبسيطه ما خدتش كميه بيض كتيره. وهي بقى احنا عاملين واحده اهي فيها هناك، حضراتكم مخرجنا استاذ ابراهيم هيوريها لنا. اهو كده شايفين الجمال. حالا هطلع بس دي. بصوا في السكر والقرفه وهي سخنه هنا. بصوا خلي ده كده. بصوا هروح عامله كده بالسكر والقرفه عليها بس. اهو وهي سخنه تجنن بقى. الله الله ادي شايفين عامله ازاي؟ روعه طعمها يجنن.
هنحط بقى شويه كمان في الشوكولاته ويلا بينا نستسمح حضراتكم، هنطلع لاستراحه عشان يعني هيشرفنا وينورنا في الفقره اللي جايه ان شاء الله دكتور علاء الدين احمد، علشان نعرف معاه ازاي نخس بشكل صحي ان شاء الله. كل اسئله حضراتكم ومنتظرين تليفوناتكم وتواصل حضراتكم معانا في الفقره دي، وليكم اي اسئله مستنياكم بعد الاستراحه.